مساء الخير لجميع المتابعين. نهار اليوم ارتفعت درجات الحرارة بشكل كبير، صارت أجواء حارة نسبيا في عموم المناطق، حارة بشكل لافت في المناطق المنخفضة تحديدا منطقة الأغوار والبحر الميت والعقبة. نستعرض الآن تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة في العاصمة عمان خلال فترة السحور، حيث تسود أجواء صافية مع 22 درجة مئوية الملموسة، أيضا 22، الرطوبة منخفضة والرياح تكون خفيفة السرعة، وبالتالي السحور في الخارج سيكون ممتاز. بالنسبة للتوقعات الجوية لباقي مناطق المملكة اليوم غد، نبدأ بالمنطقة الشمالية، تكون هناك الأجواء غير مستقرة، فرصة لهطول زخات من الأمطار، تتكاثر الغيوم المتوسطة والعالية بالتزامن مع تأثر وتعمق تأثير الكتلة الهوائية الحارة في عموم مناطق المملكة. درجات الحرارة تعرف ارتفاعات كبيرة مع هذه الأحوال الجوية غير المستقرة، إربد 36-22، عجلون 34-22، جرش 36-24، والمفرق 36-23 درجة مئوية مع فرصة لهطول زخات متفرقة من الأمطار. هذه الأحوال الجوية غير المستقرة أيضا تؤثر على المنطقة الوسطى مع ارتفاعات كبيرة على درجات الحرارة، البحر الميت 39-30، مأدبة 35-24، عمان 33-23، البلقاء 34-23، والزرقاء 36-25 مع فرصة لهطول زخات متفرقة من المطر. المنطقة الجنوبية الكرك 34-24، الطفيلة 33-23، الشوبك 30-21، معان 33-23، والعقبة 42-31 مع فرصة أيضا لهطول زخات من الأمطار كنتيجة لتأثر المملكة بأحوال جوية غير مستقرة. المنطقة الشرقية أيضا تتأثر بأحوال جوية غير مستقرة، فرصة لهطول زخات رعدية من الأمطار تترافق مع نشاط في سرعة الرياح المثيرة للأتربة والغبار، الأزرق 39-25، الصفاوي 38-24، ورويشد 37-25 درجة مئوية. كان هذا كل من لدينا لحد الآن، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.